وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةَ عن مواضعه ويقولون سمعنا وأطعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَتَعْنًا فِي الدِّينِ لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَتَعْنًا فِي الدِّينِ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا بما نزلنا مصدقا لما معكم أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمره